هل فلسطين هي قضيتي وقضيتك ولا لا؟ لما تكون مسلم وبتعرف ان فلسطين فيها المسجد الاقصى واولى القبلتين ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم فهي قضيتك. اذا كنت مسيحي وبتعرف ان فلسطين فيها كنيسه القيامه اللي توفي فيها النبي عيسى عليه السلام فهي قضيتك. لما تكون يهودي وبتعرف كمان انه فيها حائط المبكى فممكن تقول كمان فلسطين قضيتك. يا سيدي بلا هذا الكلام كله، انت علماني وما بتؤمن بالاديان، لما تكون انسان اوكي ومحقوق الانسان بالكرامه وتعيش بامان ففلسطين لازم تكون قضيتك. ليش؟ لانه لما تكون في ميثاق الامم المتحده حقوق الانسان بتضمن لك كل انسان على وجه البسيطه يعيش بامان وبكرامه، وتجي دوله اسرائيل الارهابيه وتحتل الاراضي وتغتصب الممتلكات وتقتل النساء والاطفال بدم بارد بدون اي سبب فهي لازم تكون قضيتك. الشيء اللي تعلمناه بكورونا، ما حدث بالصين حدث في كل انحاء العالم، لهيك ما يحدث في فلسطين ممكن يحدث في اي دوله عربيه. اذا نحن رضينا بهالهوان وبهالذل وما دعمنا اخواننا الفلسطينيين، لك يا جماعه مو بس نحن عم ندعم، هاي واحد يهودي عم بيحكي عن الموضوع بشكل واضح وصريح. So what brings you here today to support Palestinian rights? We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end Palestine will be free, because this is truth, and the truth which are free Palestine will succeed. مثل ما شفتوا نحن كمسلمين مطالبين باحترام كل الأديان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاره يهودي، نحن هون عم نحكي عن تكون ايد موحدة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي. فكونك إنسان بتأمن بحقوق الإنسان بالعيش بكرامة بأمان لازم تكون مع قضية فلسطينية، لأنه فلسطين تمثلني وتمثلك وتمثل كل إنسان حر على وجه البسيطة. إيش ممكن نحن نعمل لهذا الشيء؟ رجال المقاومة ما قصروا، شغالين بإنجازات عسكرية ضخمة جدا مستحيل أي حدا يفكر فيها. القبة الحديدية الإسرائيلية اللي عملونا فيها قصة طلعت نكتة وطلعت بلاستيكية أصلا، صواريخ المقاومة عم تقصف كل مكان في الأراضي المحتلة، هي إنجازات عسكرية ضخمة. إيش ممكن نحن نعمل؟ ندعمهم إعلاميا على الأقل. تويتر هاشتاجات مليانة، غزة أندر أتاك، غزة العزة، غزة تقاوم، فلسطين تنتفض، كلها يا جماعة ما بتخيلوا كمية الزخم الإعلامي ممكن نعمله، خاصة الناس اللي بتحكي اللغة الإنجليزية ممكن توري للعالم الحقيقة، بس نحن بدنا الحقيقة تظهر للعالم فقط لا غير. أخيرا مثل ما قال الملك فيصل رحمة الله عليه، علموا أولادكم أن فلسطين محتلة وأن المسجد الأقصى أسير وأن الكيان الصهيوني عدو وأن المقاومة شرف وأن لا توجد دولة اسمها إسرائيل. نداء لكل أحرار العالم بدعم قضيتنا هي قضية فلسطين عن طريق تويتر، إنستغرام، استخدام على الأقل الهاشتاجات اللي حكينا عنها. We stand with Palestine. نحن ندعم فلسطين. فلسطين نحن معك. ريتويت وشير لتوصل الصورة لكل أنحاء العالم.